السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم بحر المنسي من قناة تاروت سماء المحبة وقراءة فنجان وتاروت تفصيلية لمواليد برج الأسد باستعمال مجموعة زفول الأوريجينال رحلة الأحمق الأصلية. وخلينا نبدأ رحلة ممتعة النهاردة من أبرز الأحداث اللي عندك الفترة القادمة يا مولود برج الأسد. خلينا نشوف ماذا يعدك القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كارت ظاهر معانا هنا هو كارت زفول أو كارت الأحمر. في العادة الكارت ده بيدل على إنك بتتبع مشاعرك بشكل كبير وبتحاول توصل لحاجة بغريزتك وبشعورك وبمشاعرك. شايف انك انت متمسك ببعض النجاحات اللي تمكنت من تحقيقها، سواء كانت النجاحات ديت مالية او نجاحات على صعيد العلاقات. عندك حب لكل حاجة تمكنت من الوصول اليها وسعادة بكل حاجة انت بتمتلكها. مولود برج الأسد في الوقت الحالي رؤية الصورة الكبيرة يعني العصاية تان. يعني يا مولود برج الأسد في الوقت الحالي انت بتتحكم في العالم الخاص بيك، بتسيطر على كل حاجة في حياتك وبتمشي الأمور زي ما تحب. حتى لو كان بعضكم عنده استقبال فترات أجازة، يعني متوقع ان انتوا تخشوا في أجازات الفترة القادمة، متوقع انكم يكون عندكم بعض الأوقات للرعاية الصحية وللكشوفات والإنهاء المشاكل الصحية والأمور اللي زي كده. بس بالرغم من كده عندكم استقرار حقيقي وبتتحكموا، تمكنتم من النجاح، تمكنتم من تحقيق التوازن، تمكنتم من تحقيق الاستقرار، والفترة القادمة هيكون عندكم سعادة أكثر برفقة الأشخاص الصادقين الحقيقيين في حياتكم أو برفقة شريك الحياة. متوقع عند الكثير من مواليد برج الأسد الفترة اللي جاية إن كنتم تتجوزوا تخشوا في علاقات جادة زي الترسيم والزواج. شايف ان القرارات اللي انتم بتتخذوها في الوقت الحالي عمرها ما كانت سهلة، رغم ان هي على هواكم، بس هي قرارات صعبة جدا وحادة جدا ونتج عنها الكثير من الحزن والكثير من الشعور بخيبة الامل والكثير من المشاعر السلبية. نقدر نقول الفترة اللي جاية في زي هدية أو زي حاجة قيمة هتأتي إليكم الفترة القادمة هتغير حياتكم، زي منحة من السماء أو هدية جاية ليكم أو حاجة ربنا هيبعتها لكم من السماء. وطبعا للمستغفرين بيحصل كثيرا، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكلما أكثرت من الاستغفار كلما أتاك هذا الكارت أو أتاك هذا الحدث السعيد في حياتك اللي هو المنحة من السماء اللي انت بتحصل عليها عشان تغير حياتك الفترة اللي جاية، فتكون اغنى او تكون اكثر استقرارا او تكون اكثر وفرة او تكون اكثر حبا وتعلقا باشخاص صادقين يراعوا الله في حقوق مشاعرك. ممكن نقول في دخول في شراكات جديدة واكتساب صداقات
جديدة هتكون قوية جدا عندكم، هتؤهلكم لتحقيق نوع معين من الإنجازات والنجاحات في التوازن الاجتماعي عندكم في حياتكم، وفي التوازن المهني والعلاقات الاجتماعية المؤثرة ساعات على المسيرة المهنية أو على حياتكم بشكل عام. طبعا الكارت ده كارت 7 اوف سورد، الكارت دوت بيحذر من الأشخاص اللي ممكن يستغلوكم، لأن ممكن يلتف حواليكم أشخاص يكونوا مخادعين أو يكون هدفهم منكم إن هم يستغلوكم أو ياخدوا منكم حاجات مش من حقهم. انتوا عندكم استقرار وشمسكم واضحة، يعني ظاهر عندكم الاستقرار وظاهر عندكم الوفرة وظاهر عندكم السعادة، وكتير جدا ممكن يلتفتوا اليكم، منهم اللي هتكون نوايا جيدة ومنهم اللي هتكون نوايا سيئة. الاشخاص دايما اختبار، فحاولوا ان كنتوا تختاروا كويس او تعرفوا مشاعر الاشخاص اللي قدامكم، او في اوقات الحيرة ما تتخذوش قرارات بعشم قوي عشان خاطر ما تضعفوش موقفكم امام الاشخاص السامة اللي ممكن يقربوا ليكم بهدف استغلالهم. وعرفوا ان المنح اللي هتأتيكم من السماء مش قليلة، شايف ان كنتوا هتحصلوا على مبلغ مالي كبير، او هيكون في منحة من السماء قيمة على الصعيد المالي، وهتحصلوا على اموال كثيرة الفترة اللي جاية. الفترة اللي جاية انتوا هتكونوا اليد العليا اللي بتعطي المال. شايف ان الامر ده هيصنع مشاكل وخلافات من حولكم من الاشخاص المستغلين، وحتى ناس هيتكلموا عن ناس في المحيط بتاعكم ويحاولوا ان هم يكرهوكم فيهم. بس هي زي ما قلت لكم بالظبط، حتى الكارت ده كارت الشمس، هي شمسكم ظاهرة اليومين دول، شمسكم سطعة اليومين دول زي ما بيقولوا. هي فترة اتخاذ قرارات هامة، فترة اتخاذ قرارات مصيرية، فترة نصرة بتحصل عندكم، فترة انتقالة كبيرة قدرية ونصرة كبيرة بتحصل عندكم. وينبغي دايما انكم تكونوا حذرين، او يكون عندكم حد بتتكلموا معاه بتسألوه في اموركم الهامة، سواء كان قارئ تاروت او سواء كان حد قريب منكم او سواء كان حد من اهلكم او حد تقدروا تحصلوا منه على النصيحة اللي تساعدكم في الاختيارات المصيرية وتكونوا واثقين فيه. لان شايف ان كنتم الفترة ديت عندكم استقرار حقيقي، عندكم حصول على نجاحات وإنجازات باختياراتكم وبمصيركم وبقراراتكم، وعندكم حب حقيقي، وعندكم نجاح كبير جدا بيحصل على الصعيد العاطفي وتصالح مع العالم وظهور وتألق. وهي فترة جميلة جدا، نقدر نقول إن هي فترة القيامة، فترة بداية المرحلة التانية من حياتكم اللي بعد معاناة أو بعد تعب. وآخر كارت يبشر بيها هو انتهاء جميع المشاكل السابقة والحروب وكل ما تعبتم فيه، كارت الموت، كارت انتهاء فترة صعبة جدا من حياتكم وبداية فترة الوفرة والسعادة والاستقرار وتحقيق طموحاتكم وكل شيء بتتمنوه الفترة القادمة. كل اللي قدم حاجة لربنا هيلاقي أضعافها الفترة اللي جاية في حياته وفي طريقه. خلونا نشوف رسائل مشاعر الشريك. رددوا اسم شخص 3 مرات وخلونا نشوف مشاعر الشخص ده تجاه برج الأسد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاعر شريك برج الأسد. أنت لا بديل لك. هل أنا جيد بما يكفي بالنسبة لك؟ كل ذلك يتعلق بالتوقيت. الأغاني تتحدث معي، أحاول أن أفعل الشيء المشرف.
كنت أتمنى لو أخبرتك كم تعني لي حقا. لا يمكنني تحمل هذا بعد الآن. لا أعتقد أنه يمكنني أخذ ردة فعلك الآن. واصل مقارنة الآخرين بك. دي مشاعر الشريك. نشوف الفنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة النفسية عندكم في الفنجان، شايف إن هي جيدة جدا، مش شايف فيه حزن، شايف فيه عيون وحسد بشكل لا يطاق، شايف فيه أشخاص عينهم عليكم، أشخاص بيراقبوكم بشكل مستمر، بيراقبوكم بكل دقة وبيكرهوكم بشدة، وشايف حسد شديد جايلكم من أشخاص كتير يتمنوا زوال نعمتكم، وبالمقابل في حد معاكم وأشخاص معاكم بيغيروا عليكم من الناس اللي بيكرهوكم، يعني بيحبوكم وبيكرهوا كره أعدائكم ليكم، في منهم اللي بيرد غيبتكم، وكتير منكم يا مواليد برج الأسد في علاقة عاطفية مستقرة، إلا إن ظاهر عندكم فئران في فنجانكم، يعني أشخاص بيسعوا لاستغلالكم أو أشخاص سارقين، وشايف الفترة اللي جاية فترة انكشاف أقنعة، في ناس هتشوفوا حقيقتهم، هتجد ان هم بدون مشاعر او غير جيدين، وفي ناس هتجد ان هم عندهم طباع ملائكية وبيحبوكم بجد، هتشوفوا حقايق الناس كلها الفترة اللي جاية بوضوح شديد، كأن عندكم القدرة على اختراق القلوب، كأن ربنا بيظهر لكم حقائق. أتمنى تكون القراءة عجبتكم يا مواليد برج الأسد. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم التوقعات الشهرية والأسبوعية واليومية لبرجكم، والحجز قراءة خاصة هتلاقوا رقم واتساب في صندوق الوصف. شكرا ليكم، السلام عليكم.